ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من برلين عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا. عربي بعد التحية، روبرت هابيك تحدث عن دعم آخر للشركات، ما الذي يمكن تقديمه من قبل الدولة في ظل هذه الأزمة الراهنة؟ اهلا بك حور. الحقيقه تصريحات روبرت هابيك جاءت بسبب الضغط الشديد داخل البرلمان الالماني البوندستاج من الاحزاب المعارضه مثل الحزب المسيحي الديمقراطي اللي كان حزب المستقله الالمانيه انجيلا ميركل بعد خروجها الحكم واصبح الحزب الان من احزاب المعارضه. هناك ضغط من الحزب المسيحي الديمقراطي على روبرت هابيك واحزاب الحكومه الالمانيه الحاليه بسبب الشركات الصغيره الموجوده هنا في المانيا وتعرضها لخطر الافلاس بسبب ارتفاع اسعار الطاقه. الشركات الصغيرة هنا في ألمانيا أبلغت الغرف التجارية أنها تكافح الآن للبقاء بسبب ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كامل. أما الشركات الأكبر إلى حد ما في المعلومات التي وصلت للغرف التجارية وبدورية الغرف التجارية نقلت هذا الأمر إلى وزارة الاقتصاد الألمانية طبعا تحت زعامة روبرت هابيك أن هذه الشركات الكبرى يعني ارتفاع أسعار الطاقة الحالية يمثل تحدي لهذه الشركات ولكنها باقية على الرغم من ارتفاع الأسعار، ولكن الأزمة في الشركات المتوسطة والشركات الصغيرة هنا في ألمانيا، يعني شبح الإفلاس بيهدد هذه الشركات فعلا بسبب ارتفاع الأسعار الطاقة، ومن المنتظر الآن ربما بعد 3 أسابيع في بداية أول أكتوبر هناك رفعا جديدا لأسعار الطاقة في ألمانيا، وبالتالي يعني ربما ستكون هناك موجة من الإفلاس للشركات الصغيرة. لذلك أعلن روبرت هابيك أن هناك برنامج يسمى درع الحماية. هذا البرنامج بدأ من 2020 بسبب أزمة كورونا. روبرت هابيك تحت ضغط أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني البوندستاج قال أن هذا البرنامج سيمتد ربما لنهاية العام المقبل لدعم هذه الشركات بحزمة من المساعدات الجديدة، لأن الحكومة الألمانية وزارة الاقتصاد الألمانية دعم المواطنين الألمان بثلاث حزم من المساعدات، ولكن الدور الآن على الشركات الألمانية الصغيرة. هي أيضا ردا على سؤالك في ضغط على الحكومة الألمانية، وكان السؤال الأكثر إلحاحا على الحكومة الألمانية طوال الأيام الماضية من الأحزاب الألمانية المعارضة، هل بدون الإمدادات من روسيا إمدادات الغاز هل سيكون هناك ما يكفي للتغلب على الشتاء القادم دون الحاجة إلى إعلان ألمانيا أن هناك نقصا في الغاز؟ الحقيقة تحت قبة البرلمان الألماني البوندستاج ردت الحكومة الألمانية بشكل مباشر أن الفرصة جيدة لعبور هذا الشتاء شتاء 2022-23، ولكن سوف يكلفنا أموالا طائلة، سوف يكلف الحكومة الألمانية أموالا طائلة، ومرافق تخزين الغاز الآن في ألمانيا اليوم وصلت إلى 86.1%، هو الحقيقة حور دي نسبة كبيرة بالمقارنة بال6 سنوات الماضية. في هذا التوقيت تحديدا اليوم في 6 سنوات الماضية كان لدى ألمانيا ربما 60 و62% من مستوى التخزين، والآن وصلت إلى ألمانيا ل 86، ودي نسبة كبيرة حسب وزارة الاقتصاد الألمانية ستمكنها من عبور الشتاء المقبل، هذا الشتاء والشتاء الأجدر المقبل، ولكن هناك محددات معينة تتكلم عليها الحكومة الألمانية خلال الفترة المقبلة مرتبطة بقدرتها على اجتياز الشتاء. زميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من ألمانيا.